السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب خلق الله محمد رسول الله. حياكم الله بياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم الخير. لماذا حرم الله تعالى أكل لحم الخنزير؟ أحبابي الكرام، إن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة جاءت بتحريم أكل لحم الخنزير بشكل قاطع لا تأويل فيه، وما على الأمة الإسلامية إلا السمع والطاعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. سبب هذه الحرمانية هو أن الله تعالى قد حرم أكله لأنه حيوان مستقدر يتغذى على الفضلات والقذرات المضرة بالإنسان، فهو يتغذى مثلا على الفئران الميتة التي تكون سببا في نشوء دودة خطيرة في عضلات الخنزير، وهي الشعرة الحلزونية. وقد أثبت الطب الحديث أن لحم الخنزير من اللحوم التي يعسر هضمها، والتي تحتوي الكثير من الديدان، والتي تسبب عددا من الأمراض الخطيرة. وكذلك لتناول لحم الخنزير أثر في انعدام الغيرة عند أكله، وغير ذلك من الأسباب التي أدت لتحريمه، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا خلق الله الخنزير مع كونه محرما؟ هذا السؤال يطرح عند كثير من الناس. هناك العديد من الأمور المستقذرة والمؤذية التي خلقها الله تعالى، فهو الخالق والأمر إليه، ولا يمكن لأحد من العبيد مراجعته فيما خلق ولأي سبب خلق. فغاية خلق الخنزير وسببه لا يمكن التكهن به على وجه الحقيقة، ولكن العلماء لهم نظراتهم في ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول أن خلق الخنزير جاء لحكمة عظيمة من حكم الله تعالى، ألا وهي أن يكون في خلقه عبرة لذوي الأبصار. إذا الخنزير هو شاهد على عقاب الله تعالى للأمم السابقة، فإذا ما علم الإنسان أن ذلك الحيوان على قيد الحياة تذكر قدرة الله تعالى في أخذ الظالمين. ويرى الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى أن كل مخلوق في هذا الكون له فائدة ما في مجال ما، وإن كان تناوله محرما. ومن هنا لا ينبغي للإنسان أن يسأل لماذا خلق الله تعالى ذلك المخلوق، إذ هو قاصر على إدراك حكمة الله تعالى في كل شيء. ففي بعض الدول يستعمل الخنزير أداة للتنظيف، فينظف الحقول وزرائب البهائم ونحوها. سبب تحريم الخنزير عند اليهود: بماذا اختلف الخنزير عن غيره حتى حرم عند اليهود؟ إن سبب تحريم الخنزير على اليهود موجود في سفر الأولويين، حيث ورد فيه أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى وهارون عليهما السلام أن يخبر بني إسرائيل عن الحيوانات المحرمة والمحلل أكلها. ومن بين تلك الحيوانات التي ورد ذكرها في سفرهم هي الخنزير، وعلة حرمانيته كما في كتبهم لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين، لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. فكانت علة التحريم عند اليهود أن كل ما هو مشقوق الظلف إلى قسمين ويجتر فهو حلال وغيره محرم، كالخنزير المشقوق الظلف ولكنه لا يجتر. أضرار أكل لحم الخنزير: ما العلاقة بين أمراض الكبد ولحم الخنزير؟ يعد لحم الخنزير من الأكثر اللحوم ضررا في العالم، وعلى مستهلكه أن يكون على دراية بمخاطره
ومن تلك المخاطر إن لحم الخنزير يعد سببا رئيسا لنقل أمراض الالتهاب الكبد أ، والذي يؤدي إلى تليف الكبد عند بعض الأشخاص وهم الذين يعانون ضعفا في المناعة. إن العلماء عام 1985 ميلادية قد أثبتوا أن هنالك ارتباط بين تناول لحم الخنزير والوفاة بسرطان الخلايا الكبدية. إذا إن تليف الكبد يكون مقدما للإصابة بالسرطان أحيانا. إن لحم الخنزير يحتوي نسبة عالية من أحماض أوميغا 6 التي قد تساهم في إصابة الإنسان بأمراض الكبد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير.